السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا احلى اخوات واحلى متابعين، يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسلامة. يلا نبتدي فيديو النهاردة بقى بالصلاة على الحبيب المصطفى، صلى على الحبيب قلبك يطيب، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. متنسوناش في دعوة حلوة ولايك جميل منكم كده، يا ريت ندعم الفيديو بقى بلايك عشان في حلويات وجاتوهات خلاص بقى جات معانا كده في الفيديوهات وعلى سطح ندى وطيور ندى. يلا نسمي بالله كده ونصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، ونخش نطمن على الجاتوهات والحلويات بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله اللهم بارك، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، بسم الله. انا بس بطمن عشان نشوفهم رضعين ولا لا، لان ما شاء الله كمية على بعضها ما شاء الله اللهم بارك. نسمي بالله كده نطلعهم نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. طبعا هم مش رضعين ليه، يعني برضو الكبار هم اللي رضعينه، يعني شايفين ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. تعالوا بس نستغنى عن حبة القش دول دلوقتي اهو، نحط هنا. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الفل، صباح العسل يا اخت، صباح الحلويات يا قط، تعالي تعالي يا حنينة يا عسل، انت يا سكرة انت، صباح عسل يا اخت، صباح عسل. الكبار ما شاء الله رضعين. تعالوا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا كده بقى ايه، ازعل انا بقى، يعني الصغيرين كده هيضعفوا ويموتوا ويخسوا. تعال بسم الله، تعال تعال، انت عايز تنام، انت ليك حق تنام، ما انت واكل وشبعان، شايفين ما شاء الله ما سبحان الله. هي الحاجة الكبيرة حتى في الحمام برضو، يعني الحاجة الكبيرة هي اللي بتشد حيلها كده. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله. طبعا شايفين ما شاء الله. طبعا احنا هنعمل ايه دلوقتي، طبعا الكبار ادام راضيين وشبعانين ندخلهم انا هنا شويه شويه قش كده عشان الجو كان ساقعه، يتدفوا ما يبردوش ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. معلش يا حبيبي، معلش يا قلبي، يا حلوياتي وجاتوهاتي. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ناقص واحد اهو، تعالى يا عسل انت، تعالى يا سكر انت، تعالى يا أمرايا انت. اختي ما شاء الله كده، اختي ما شاء الله على الحلويات والجدول. انت عايزين تناموا بره؟ لا ادخلوا جوه، بسم الله ادخلوا جوه كده، ونحط لهم برضو ايه، حبة قش، حبة ريش من اللي هم كتنهم عليهم ده برضو عشان يتدفوا كده. خليكم انتوا بقى في الاستراحة هنا، وهبدا ادخل دول بقى. بصوا دول يا عيني مفيش يا عيني خالص، حبيبي 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 ما شاء الله، تجعانين يعني. بصوا هو برضو ايه، يعني تحس ان هم شاربين بس حاجات بسيطه، لان ما شاء الله يعني العدد ما شاء الله اللهم بارك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحلويات والجاتوهات دي، الحلويات والجاتوهات دي ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا هنسمي بالله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. الاولى بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والثانيه بسم الله كده يلا، والثالثه بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. عشان طبعا انا جايبه الاكل بقى دلوقتي، الارنبه تاكل تشبع تقوم تدخل ترضع عيالها على طول وتشبعهم. دول بقى بصوا طلع بره فين، دول بقى شبعانين، خلي عليهم بقى الريش كده اهو، خليهم بقى شبعانين. طبعا هم عشان الارانب ولدت هنا، فكل اللي بتحب ترضع اطفالها وعيالها بتخش هنا ترضع، فاحنا طبعا هنخليهم موجودين مكانهم كده، وهنحط الاكل ونشبع الارانب عشان تخش ترضع. بعد ما بتخش تشبعهم كده وترضعهم وتاكد ان كلهم شبعوا ورضعوا، هرجع بقى الباقيين معاهم هنا تمام كده زي ما عملت امبارح. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، انا جايبه لهم النهارده كمان، تعال بس نطلع الاول، جايبه لهم النهارده كمان حلبه على نعناع كده غليها لهم،
بس هنسمي بالله الاول كده ونصلي على الحبيب المصطفى ونلم البيض بتاعنا عشان الفراخ والرومي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بص دول، بص دول يموتوا في الاماكن المرتفعه. بسم الله الرحمن الرحيم. مش اكل والله، مش اكل. انا هجيب البيض، انا هجيب البيض فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عايزين نحط حبه تبن هنا مكان ما كنت حاطه الفراخ البلدي معاهم. نكشوا في التبن ومش عارفه ودوه فين، يعني كلوه باين عليه ما شاء الله، اللهم بارك. وادي تاني بيضه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. تاني بيضه. قلت يا ندى ساقطه حساب، اول بيضه ما شاء الله. معلش يا جماعه، اختكم ايه مش مركزه، لسه صاحيين من النوم بقى، وفرحه الجاتوهات الجديده والحلويات الجديده. بصوا واكل عقلنا بقى. يلا تعالى هنشوف البيض عشان على ما يخلصوا صلاه كده نرجع لكم وتعرفوا تسمعوه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا في بيضه، هنحط التانيه جنب اختها كده، نسمي بالله. طبعا ايه سكر في بيضه هنا. حاضر يا حبي، حاضر. ايوه في بيضه هنا اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. وادي البيضه الثالثه ما شاء الله، اللهم بارك. اهي تتحط جنب اخواتها. بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله، اللهم بارك. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله، اللهم بارك ما شاء الله. يلا بقى كده نسمي بالله ونصلي على الحبيب المصطفى. عندي بطاطا، هبشر بطاطا واخرط برسيم واحط لهم كده يفطروا. على ما اجهز الخلطه بتاعتي هيكونوا طبعا خلصوا صلاه، وهرجع لكم بمشيئه الرحمن. بس على ما ندى ترجع لكم تاني. يلا ما تنسوش ندى في لايك جميل ودعوه حلوه كده، ربنا يبارك لنا ويرزقنا رزق حلال كده ان شاء الله. يلا حبايبي استنوني على ما ارجع لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله اللهم بارك. ان شاء الله النهارده مش هطول عليكم الفيديو، والله اعلم برضو انا بقول كده، والله بتمنى ان انا احقق لبعض المتابعين اللي هم نفسهم فيه ان الفيديوهات تبقى قصيره، بس غصب عني يعني انا بقول كده. وانا اديني قلت في بدايه الفيديو، هنشوف بقى هنتواصل مع بعض كده لحد النهايه وهنشوف الفيديو ندى هتوصله لكام دقيقه. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بسم الله. ما شاء الله. تعالوا بس ايه نطمن كده، هنبص بصه كده على البطايه بتاعتنا الرقدة. بسم الله الرحمن الرحيم. خلصها أكلها. طب كويس ان احنا بصينا عليها. هجيب لها مية دلوقتي وهجيب لها حبة علف، بس العلف اللي عندي برضو دلوقتي ناعم، مش مشكلة هجيب حبة علف ناعمين واغير لها المية ومع بعض كده نطمن على البيض. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده، انت كسرة بيضة؟ لا لا، ده الحاجات اللي بتلمع من الشوال احسبها كسره بيضه. هي كده تحتها الثمن السبع بيضات اهو، خليها رقده. يلا هحط لها بس ايه حبه علف عشان تاكل. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. ادي العلف اهو معاها ما شاء الله، اللهم بارك. كده اطمنا على حبيبتنا دي. كده يعتبر انا هحسب لها كده بقى لها ده تالت يوم، هنكمل اسبوع كده يعني هتتم العشر ايام، وهبدا احط لها البيض اللي انا بحوشه. انا بحوش بيض من الفراخ البياضه والفراخ البلدي بتاعتي والرومي بتاعي. طبعا البيض اللي كان بيضه قبل كده طبعا عشان لو قعد فترة كبيرة كده الجو حر انتوا عارفين البيض ممكن يبوظ، فصرفته وبعته عند حد كده يحطه تحت حاجة رقدة عنده.
حاليا ما عنديش الا بيضه واحده من الرومي، وباقي البيض بقى اللي بجمعه من الفراخ البياضه والفراخ البلدي. فبمشيئه الرحمن هنتم اسبوع وهبدا احط لها البيض تحتها. بسم الله الرحمن الرحيم، هنقفل عليها كده وبسم الله كده نطلع. بسم الله الرحمن الرحيم، اهي ما شاء الله اللهم بارك. هقفل عليها كده وارجع لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، كده نطمن على حاجة حاجة. كده بقى هجيب الكلفة بتاعتي وهنفتح على الحمام بتاعنا، سم بالله، ونحط لهم الأكل والمية. يلا حبيبي، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. طبعا مش شايفين الأرضية، الكلفة اللي حطيناها امبارح. طبعا انا قلت لكم ان للاسف الكلفه ما كانتش عجباني، بس اللي كان موجود حطيتها، فزي ما انتم شايفين فعلا ما كلوهاش كلها. فانا اعمل ايه دلوقتي؟ انا مش هسيبها لهم بقى، لان ايه يعني حاجات بسيطه ومش مستاهله، وانا عايزه اكنس العشه بتاعه الحمام. فانا هكنس العشه بتاعه الحمام بالدوره اللي فيها ديت، واطلع الفراخ بره اتنقي اللي فيها، وارجع لكم ان شاء الله بالكلفه اللي انا بجيبها اللي معوده تسوري عليها، ونكمل الروتين مع بعض. انا عماله اشحن لهم، بصوا عارفين ان في اكل هيتحط ان شاء الله. يلا نسمي بالله كده، نحط الكلفه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، بس حلو كده عليهم ان شاء الله اللهم بارك. بسم الله الرحمن الرحيم، الزغلول تعال تعال يا عسل انت، يلا ان شاء الله ان شاء الله اللهم بارك. بسم الله. بص طبعا، بصوا الفراخ على الكنسه بتاعت الحمام، لان مليانه ذره مليانه ذره، فانا سايباهم ينقوا اللي فيها عشان حرام يعني ما ارميهاش بالذره اللي فيها. دي ما شاء الله الكلفه اللي انا بجيبها دي ممتازه بالنسبه لي، لو مش عاجبه اي حد يعني فدي طبعا انا شايفاها ممتازه. دي اذواق بقى في الاكل اهي ما شاء الله، بصوا شايفين بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا شايفين طبعا اللب والقرطم والذره العويجه والذره الصفراء والقمح، وفي شعير يعني ما شاء الله، بسله خضراء بسله بيضة. لا ممتازه يعني، انا اصلا شايفه ان الكلفه اللي انا بجيبها ديت ده بالنسبه لي يا جماعه ورايي انا، ان انا بربي حمام بلدي يعني، ما عنديش انواع من الغاليه. وطبعا ما فيش في دماغي فكره ان انا اجيب الحمام غالي، بس هو كان في حد في السوق كده قال لي انا عندي حمام رومي، فهشوف يعني الرومي دوت ممكن لو جبته اخلي الانتاج بتاعه لي انا، لانه بيبقى غالي شويه، والرومي ده يعني رومي رومي بقى، يعني فرق بين البطايه والرومي بتاعنا، فانتوا طبعا فهمتوا الفرق. فلو جبت منه برضو انا شايفه ان الكلفه دي ممتازه بالنسبه لحمام بلدي. انا ممكن اعمل الفتره الجايه، بس المشكله ان انا مش لاقيه يعني، انا بدور على حد كده اشتري من عنده عيش ناشف. للاسف من ساعه ما العلف غلي والاسعار رفعت، فطبعا في تشدد شديد جدا على الناس اللي هي بتبيع العيش الناشف دوت، فللاسف مش عارفه الاقي. فانا برضو بدور، لو لقيت حد بيبيع عيش ناشف هجيب عيش ناشف وادشه، وهبدا بمشيئه الرحمن هشتري برضو من الكلفه ديت اللي انتم شايفينها قدام حضراتكم ديت اهيت، وهزود على العيش الناشف المدشوش اللي انا جايباه، لان ده يا جماعه حمام بلدي. انت لو مربيه انواع من الغاليه، فطبعا في انواع كلفه اغلى وافضل واحسن من دي بكتير قوي. انا بس انا بتكلم بالنسبه لي ان انا الحمام اللي عندي بلدي، فدي فكرتي بالنسبه للكلفه، وده اللي في دماغي بالنسبه لكلفه الحمام يعني. بس كده ربنا يكرمنا كده من الحمام ومن طيورنا، ويجعل الرزق والخير عندنا جميعا وعندكم، ويعمر بيوتكم بالخير والبركه ان شاء
الله اللهم بارك. بسم الله. يلا انزلي بقى، بقول لك انزلي مستنيك. ان ما نزلتش هو هيطلع ومش هيجي. شوف عايزه تتزغط ويا فوق تزغلوله رخم صحيح. انزلي، هو مش عارف يزغطها وهي فوق كده وعايز يزغطها بس مش عارف، بس هي رخمه شويه. ايوه كده، ايوه كده كده بقى يزغط. بسم الله ما شاء الله. لا انت زهقتي كده، انت زهقتي، بس هينزل لك تاني. هو احنا ايه، اه لما اجرب كده، هي كانت واقفه فوق، لا اجرب انا كده اقف فوق واحاول ازغطها. ما شاء الله، يعني حاساهم بيلعبوا مع بعض يعني. ما شاء الله شايفين، ما شاء الله، اللهم بارك. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن. طب واليتيم اللي فوق ده اهو، اهو الحمد لله مش يتيم ولا حاجة، بابا ده خلوه اهو. بسم الله ما شاء الله. طب راح فين؟ يلا حبايب قلبي بقى نشوف اللي بعده ونخش على السمان. عندي علف تسمين، هنحط له برده النهارده علف تسمين للسمان بتاعنا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. داولت الدنيا طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، يلا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. انا مش عارفه بلاقي، بصوا كميه ريش فظيعه في العشه بتاعته، مش عارفه ده سببه ايه. نجيب لهم بس العلف الاول كده. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا زونة. طبعا انا عارفه ان انتم مستنيين الفيديو بتاع السمان بفارغ الصبر. طبعا الايام دي طبعا ايام ناس مضغوطه فيها، كل سنه وانتم طيبين. خلاص بدات الناس تنشغل في لبس العيد وفي حلويات العيد، بسكويت العيد وتحت العيد. كل سنه وانتم طيبين. فانا عارفه ان اليومين دول انشغالات كتيره جدا، فمعلش اعذروني لو الفيديو ده يتاخر عليكم شويه، ممكن بمشيئة الرحمن في اسبوع العيد يعني، معلش بقى اعذروني. وبرضو لو لقيت فرصة ان انا هعمله قبل العيد فاكيد طبعا هصوره وهينزل لكم، فمعلش انا بستأذنكم بس ان احنا نتأخر في الفيديو ده حبة. طبعا عارفة ان انتوا اخواتي، طبعا عارفين الظروف اللي احنا كلنا فيها دلوقتي، انشغالات كل يوم خارجين رايحين جايين عشان لبس العيد. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. عايزه اقول لكم ان احنا بمشيئه الرحمن ربنا يتم فرحتكم على خير، وما يكسرش اي اب قدام اهل بيته. ربنا يوسع رزقكم كلكم ويكبر بخاطركم كلكم. يلا كل سنه وانتم طيبين. تعالوا بقى طبعا دلوقتي نطمن على الارانب بتاعتنا ونشوف النتايات رضعتهم ولا لا. لو لقيتهم لسه ما رضعوش فانا هضطر همسك اي ارنبه من اللي والدين
هدخلها كده اخليها ترضعهم رضاع احتباسي عشان يشبعوا، وبعدين هلمهم كلهم تاني على بعض. تمام تمام يلا حبيبي انتظروني بقى على ما نروح غرفة الارانب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. رضعت ولا لسه؟ لا شكلهم لسه. بسم الله. لسه يتغنن حبيبي. ما شبعوش تقريبا، في ارنبه دخلت بس برضه يعني ما شبعوش منها حبيبي ان شاء الله. طبعا هضطر ان امسك ارنبه دلوقتي وادخلها له رضاعة احتباسي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا طبعا انا جايبه لهم ايه النهارده؟ غاليه لهم اهو، ده حلبه مع نعناع هحطها لهم في الميه هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بحبات النعناع كده اهي، بحبات الحلبه وورق النعناع اهي، دي الميه بتاعتهم. النعناع مفيد جدا 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 للانتفاخات عشان لا قدر الله الولده بتاعتنا تبقى صحتها كويسه، والحلبه عشان تزود لهم بمشيئه الرحمن كده اللبن. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنسمي بالله بقى كده، وهمسك الارنبه اللي قدامكم ديت وهدخلها اخليها ترضعهم رضاعه احتباسي. بصوا حبايبي عشان تبقوا معايا كده على الخط، انا بعد ما دخلت ارنبه رضعتهم طبعا فتحت عليها كده لقيت اللي شبع ما شاء الله اللهم بارك كده، طلعته على جنب كده. اصبري يا حاج، هي عايزه تطلعي. بصوا كانت بتحرك في الغطا اللي انا قافله عليهم بيه عشان تطلع، فعزلت طبعا الشبعانين كده. اما التانيين بقى نقيتهم اللي هم اصلا الضعاف اللي ما عرفوش يرضعوا، فقمت طبعا مسكت ارنبه تاني عشان حرام بقى يعني كده خلاص، ارنبه ما شاء الله عليها يعني عشان ما نضعفش الارنبه اكتر من كده يعني، مسكت الارنبه التانيه ودخلتها عند التانيين. بصوا اول ما افتحت بقى تقص تطلع. بصوا ودخلتها هنا اهي، قلت ايه دي ترضع وتشبع التانيين عشان طبعا ايه الارنبتين يفضلوا بصحه كويسه كده ما شاء الله اللهم بارك. شايفين ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هرجع لكم بعد ما الارنبه تخلص بقى رضاعه، واطمن ان بقى الارانب بتاعتنا كلها كده شبعت وبقت زي الفل. وطبعا ده مش عارفه بقى يعني، انا اول مره عندي تحصل مشكله زي كده ان الارانب تولد في بلاص واحد، مع ان انا حاطه كذا ازازه، فممكن هما يعني اتشجعوا بده كده لان لقوا فيه ريش ولقوا فيه قش وكده. انا بقى طبعا هعمل زي ما كنت عامله الاول في الازايز، كنت رافعاها كده حاطه قوالب الطوب بدل ما قدامها كده، كنت حاطه قوالب الطوب تحتها ورافعاها شويه، لان الارانب بتحب اللي هي هتولد فيها تطمن فيها كده وتبقى غويتها شويه. فانا هعمل زي ما كنت عامله قبل كده. طبعا بعد ما الارنبه تخلص عشان ما اطولش عليكم الفيديو، هرجع لكم بعد ما تخلص ونطمن على باقي الارانب. وكده حبيبي بقى بعد ما اطمنت ان جميع الارانب اللي عندي كده شبعت ما شاء الله اللهم بارك، طبعا انا هعمل حاجه دلوقتي واتمنى ان هي تنفع معاهم، وهفضل طبعا ايه اراقب الدنيا كده. طبعا اهم دول الاولانيين الكبار، نقيت معاهم اكبر اتنين او اشد اتنين اهم، حطيتهم معاهم يعني هنا هيبقى سته اهم ما شاء الله، هحطهم بقى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كده ستة هم بالتمام والكمال ما شاء الله اللهم بارك. وطبعا هنا عندنا الباقي هم، انا هسيب دول لوحدهم وهنغطيهم كده اهو زي التمام الدنيا زي الفل، وهسيب دول برضو هنا كده لوحدهم وهغطيهم برضو. وطبعا هطلع اخر النهار لو ربنا كريم كده واكرم عليهم واحن عليهم، ممكن واحده تخش ترضع هنا والتانيه تخش ترضع الناحيه التانيه. لو لقيتهم دخلوا في البلاص رضعوا له في البلاص وسابوا دول، هضطر بقى ان انا هعمل زي ما عملت النهارده كلهم هيبقوا مع بعض. بس طبعا هطلع الولده او الرضيع اللي هلاقيه شبعان هيتم عزله، وهسيب الباقيين بقى يرضعوا رضاعه احتباسي زي ما عملت النهارده ما شاء الله اللهم بارك.
وكده حبايب قلبي وصلت معاكم لنهاية روتين النهاردة وفيديو النهاردة، اتمنى يكون عجبكم من رضاكم. لو عجبكم ما تنسوناش في اللايك الجميل، ولو اول مرة تشوفوا قناتي اتمنى تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس للكل يا احلى اخوات واحلى متابعين. انتظروني بكرة في فيديو جديد وروتين جديد. مع السلامة.